وسهلا. اهلا وسهلا، مرحبا بك يا اخوي. لاباس؟ والله الحمد لله، يا ربي لك الحمد والشكر. الحمد لله، عرفنا عليك. يا سيدي اشرف جايك من طنطا. وين؟ انا اهلا وسهلا. اول مره نجي لتونس. ولكن جيت اول مره جيت لتونس من لوتروت، فهمتي ولا؟ عرضوني يا اخوي الاعوان، كل دوريه تشدني نعطيها الجعاله. ما وصلت لتطاوين تونس العاصمه، دافع 140 دينار جعاله. يعني عباره قصبي باش نجي لتونس. كيفاش تحب تستنى منها تونس؟ شنو تستنى منها تونس؟ من تطاوين لتونس 140 دينار جعاله رشوه. انت عامل حاجات يعني بي وراك كهربتي مريقله، لاسيرونس مريقل، جوي تاكس مريقل، اموري مريقله. راكي على اليمين، اجا ولدي حاجتي بيك، اجا ولدي حاجتي بيك، نهبط معي تبعني الداخل، يقول لي عندك مخالفه ترى شنو، وعندك كذا ترى شنو، يجيبهم لي سته مخالفات مع بعضها. نقول له يا معلم كذا، افرح بينا بخير وافرح بينا بكذا، المفيد حصل عندي كل بو 20,000، فهمتي؟ والله ايش بنقول لك؟ هما عندي بو 20 الله غالب ما صرفتش بو عشرات، ولكن اللي شدني نعطيه 20,000 جد احسن فيه. وصلت 140 دينار نلقى روحي لا غدي، ما زلت ما تغديتش. هذا 140,000 ما زلت ما تغديتش. يعني تصور انت، ما زلت انا تو ثلاث ايام في تراسل، نرجع هلا السبت العشيه روحوا ولا كذا، نلقى روحنا صايع لنا. احنا تونس ما عادش تعيش يا حلول الزوال اللي مازال يعيش في تونس. تقصد في تونس العاصمة ولا في تونس الكل؟ العاصمة في احنا الجنوب، ما عندناش دنيا هذه مجهولية. احنا ما عندناش الجعالة في تونس، في تطاوين. الناس كل تعرف بعضها. ما يحبوناش. كل ما يحبوكمش. ما يحبوناش. الجعالة اللي ياخذوا في الجعالة. اللي جايين من تطاوين. ايه اللي جايين من تطاوين ما يحبوناش، فهمتي؟ هكاو. هم انا قال لك صاحبي، فهمتي؟ ما يحبوكمش. وانت توا تحكي وكانه فما تفرقه. فما اكيد، ما انا جايك من تطاوين يا اخي. 140,000 علاش؟ خاطرك انت من تطاوين. لحظه بالله، خليني نقول لك حاجه. يا اخي هو عنده صغيرات، يهز فيك الكعبات. وين يهز فيها ال 20,000 للصغيرات؟ يوكل في اهل الحراره. والله مشومات عليك. بنقولهم له 140 دينار تاكلهم دواء. وكاو مش تحبي نسالني انت ولا في الكواليس كان قصيت بي اخي. والله اسمع، كان مشيت الجربه تعرفي بقداش الطياره ولا 120,000. طبتك في تونس ود جوك باهي، يعني ضرب بين 650 كيلومتر وزيد ندفع في الجعله. والله لا سيرونس امها مريقله، الفينيات جوهم باهي، كارت قريز جوها باهي، لا سيرونس امها مريقله. في لا سيرونس نخلص في 750,000 يعني في العام. نزيد ندفع رشوه برجعوا لي يكرهوك في تونس. انا جيت اليوم ومعاد الجايه تونس هذه باي باي وبالسلامة. ديجا هي اول مره معناها انت؟ اول مره ما عادش باش نجي لتونس. هذه العاصمه هذه صيف صيف سيمون. والله العظيم اقسم بالله العظيم لا عاد عفست. هذه نكمل الايامات اللي مازالوا ثلاث ايام ولا اربع ايام. تونس ما عادش توكل خبز، هذه توكل خبز. هذا الشعب هذا قريب ينتش بعضه، كل واحد تكثر ضغار الطلابه، فهمتي ولا؟ ضرب ضربتين تلقى غير شكون يمد في يديه، ضربتين تلقي ها فلان طلبها فلتان طلبها. وبالله خبيزه بلا 100 فرنك، 100 فرنك اش مازالت بتجيب؟ هي اللي 100 فرنك اش مازالت بتجيب؟ ما تحكي على ظاهره التسول، معناها الطلبه تسولوا في كل شيء يا اخوي. الله يبقي عليهم الستر ان شاء الله. تونس برجوليه حموم وحلولها، والله حلول بناتها وحلول اولادها وحلول. سالوني عايش اختي في المانيا، وانا جيت تونس العاصمه مؤخرا ما عادش نجي. انت عايش في المانيا ولا عايش؟ عايش في المانيا، مرتي في المانيا بنت امي. أنا قاعد جو يحلى. أنا جيت اليوم لألمانيا، جيت لتونس العاصمة، وما عادش جايها تونس. أنا حتى المرة تقول لي هي بالله وريني تونس العاصمة، نقول لها لا رد بالك تمشي لتونس العاصمة. أقسم بالله اللي شفته اليوم واللي شفته واللي عشته مع واللي عشته واللي شفته برجولية حق لا إله إلا الله. لا تعاد تعيش العاصمة. أنا أول مرة نجي للعاصمة وهذه آخر مرة. معلم إيش بنقول لك؟ بين ألمانيا وتونس درجة خامسة تونس. تونس درجة خامسة. تفرقي بتونس. ايش عندك مقيم بألمانيا؟ بدي 6 سنين ولا 7. ايه الحمد لله. فاش مشيت غادي؟ مشيت جيت بنت الحلال، جيت من تطاوين. تلاقيت انا وياها في اوتيل سانجو
على كرباي خبز وحبست كرباي خبز هزتها له فهمتي ولا كمل عليها الخبز في الرستورون هزت له الخبزات هزت الخبز فهمتي ولا من فم قالت لي انت هو حياتي واني عايش في حياة ما احلى الحياة جميلة هزتك معاه ايه الحمد لله هزتني معاه عملت ويقات جوي باهي اكبر منك المهم اكبر مني وين المشكلة اكبر مني برشا ليش تحوم لي انت اكبر مني اصغر مني المفيد اموري جوي باهي الكهرباء عندي الدار عندي اموري مريقلة وهذه اعز احلى 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 المانية هيك ماريولا الموت عليه في اسمها ماريولا ماريولا اي ما خممتش انك تجي ترجع تعيش في تونس انا تونس هذه توكل فيه في الخبز تونس انا كان بيت تونس جعان ما يعطيك حد ما يمد لك حد انا نكلم قويتي نقول لها وينك مريتي نقول لها هنا لكن الحنينه الو والله راني محاصل كذا وما عنديش فلوس وكذا وكذا مسكينه تك تمشي نستويون البوسطه نجبد لي عيني فيه 5 ملايين 6 ملايين 7 ملايين الفوق قداش يوليني يولي 3000 وانا عايش عايش هي اللي تصرف عليك هي اللي تصرف عليك لا نخدم ماني انا ما نصرف اما هي مسكينه احنا ما بيناتناش لا هي ولا هي جيب واحد فهمتي ولكن انت بنت يا اخي بنتي كيفاش تخمم ديما التوانسه بنات تونس هذا ديما تخمم هي تصرف عليك هي تدير عليك اي وبرا صرفت عليا وانت وين تحب توصل مثلا نحكي لك يعني. ايه نحكي لك بان تونس انا امت خذيت خاتم خذيت بلاكيور تعرف قداش 20000 لا خاتم بلاكيور ايه بلاكيور والله ب 20 دينار فرحان بيه وتعنق فيه مرسي بوكو مرسي كذا فهمت وانا شيخ معاه اختي وعايش الحب معاه وجوي احلى جو ايه وش تحب يا سليم يا اخي لو كان خذيت تونسيه خذيت تونسيه تباتي لبرا تشوم لك ليلتك تشوم لك ليلتك ليلتك تشومها لك اذا جات تونسيه تشوم لك ليلتك شكون خايبين راه بيت النوم الراجل يبني وبعد يبدا يخلص في النفق 3 ايام نفقه عبس شهر تلقى شهر شهر الثاني تطلب في النفقه في المحك ما عادش فما بنات تحب تهني اروح وما عادش فما بنات تحب تعرس موجودين منا ومنا الباهي موجود والخايب موجود ولكن الخايب هو تقع على الباهي ما عادش يشم الباهي فهمتي وان شاء الله ربي نطلب اصلاح الراي ان شاء الله الناس كله خممش انك جيت تستقر في تونس في تطاوين خلنا نستقر بحذا جميله وعبوده كونهم هذوما اكي الوالده والوالد عبد الله وجميله انا ما نشبه عبد الله وجميله شيخين انا شيخ رضي والديكم ما تخافيش هذه تعرفها هذه رضي والدين رضي الوالدين والله تمشي لك هاك بعيد عليهم بعيد عليهم يعني نمشي ونجي انا ضرب عام عامين ثلاثة عام قولي عام فضى في هنا في تونس وما تحب تجي المرة تجي بحذايا تقعد عام عام الجوابات إيه. نعرفوا انه الجنوب بريسك فرغ وانت عاش فما شكون قال لك فرغ شفتي في بلاصه مشيتي لتطاوين شفتي عشتي في تطاوين شفتي فرغ لما فرغت حسب الاحصائيات بطبيعه حسب الاحصائيات كلهم حرقوا باهي شكون قال لك كلهم حرقوا حرقوش مازالوا فما عائله كل عائله مثلا عندك 3 4 مشي منهم واحد مشي منهم زوز علاش مشوا هالمعامل اللي عندنا في تطاوين والخدمه اللي فما في تطاوين وهال شنو تطاوين راه عندك زي شباب حبيب بورقيبه تطلع منها ترجع منها كلمه تطاوين هذه هي تطاوين الناس الكل تعرف بعضها ونحشموا من بعضنا خليني كلمه الختام نتمنى ان شاء الله ربي خلينا نقدم تحيه اول حاجه لاصحابي قدو ورزوقه واحلى رزوقه واحلى دندش ودرندش فهمتي ولا نقدم تحية لجماعة تطاوين وكل اللي يعرفوني اللي ما يعرفنيش يقدم لي تحية ونقول أحلى تحية نساها ورجالها والسلام عليكم.